السلام عليكم ورحمة الله. أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن خيبة أمله تجاه موقف الحكومة اليمنية داعيا إياها للقبول بالخطة. التصريح ذاته والكلمات ذاتها أدلى بها نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر، حيث دعا الحكومة اليمنية للقبول بخارطة طريق المبعوث الأممي. نتوقف مع هذه الدعوات لنناقشها في محورين: ما فرص نجاح الخطة الأممية في اليمن، وما مدى صلابة جدار الصد الحكومي للضغوط الدولية؟ هل ستنجح إدارة بان كي مون وأوباما في تحقيق إنجاز سياسي باليمن في الوقت بدل الضائع؟ إذن دعوات أممية ودولية لمراجعة الموقف الحكومي الرافض لخطة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ في اليمن، خريطة وصفتها الحكومة بأنها تشكل سابقة دولية خطيرة من خلال إعطاء الشرعية لتمرد الجماعة الانقلابية صالح والحوثي. الحكومة وعبر رسالة وجهتها البعثة اليمنية لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي أكدت أن خطة ولد الشيخ تشجع التوجهات الانقلابية ضد السلطة المنتخبة والتوافق الوطني، وهذا يمثل خرقا واضحا للقوانين والأعراف المعمول بها دوليا. مزيدا من التفاصيل في هذا التقرير، ومن ثم نبدأ النقاش. رغم الخلافات العالقة وجدار الصد الحكومي الرافض للتسويات غير العادلة، تتكثف دعوات الحل السياسي في اليمن وتكتسب مزيدا من الزخم الدبلوماسي. أحدث المواقف صدرت عن الأمم المتحدة وواشنطن اللذين حث الحكومة على قبول الخطة الأممية، وهي الخطة التي رفضتها الحكومة واعتبرتها مكافئة للانقلابيين. يقول سياسيون إن الإدارة الحالية للأمم المتحدة التي ستغادر في مطلع العام القادم، ومعها الديمقراطيون من البيت الأبيض، تحاولان تحقيق إنجاز سياسي على حساب الشرعية اليمنية في مهمتها الأخيرة التي لعبت دورا كبيرا في تدليل طرق الزحف المسلح إلى رأس الدولة اليمنية ونشر العنف على طول البلاد وعرضها. فمن مقر الأمم المتحدة في نيويورك خرج المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ليعرب عن خيبة أمل بان كي مون تجاه رد فعل الحكومة اليمنية على خطة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ. وقال فرحان حق إن بان كي مون على دراية بالملاحظات التي أبداها الرئيس هادي إزاء خارطة الطريق، ولا يزال على موقفه في دعمه للخارطة وكذلك لجهود المبعوث الأممي. التصريح ذاته والكلمات ذاتها أدلى بها نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر، حيث دعا الحكومة اليمنية للقبول بخارطة الطريق المبعوث الأممي، لافتا إلى أن واشنطن تدرك أن خارطة الطريق لا تحتوي على خيارات صعبة، وتؤكد أن الحلول الوسط والتنازلات من قبل جميع الأطراف ستكون ضرورية للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة. هذه المواقف سبقتها تأكيدات مجلس التعاون الخليجي وقادة دول التحالف العربي المساندة للشرعية في اليمن على الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث، مشيرة إلى أن أي تسوية سياسية لا تضع حدا للتدخلات الإيرانية وتنهي الخطر المحدق بخاصرة أمن الخليج والمنطقة لن تنهي الحرب. الحكومة حتى الآن لم تعلق على هذه الدعوات، وتبدو متمسكة بملاحظاتها على الخطة الأممية والتي قالت إنها خالفت المرجعيات الوطنية والدولية وأخلت بشرعية الرئاسة التي أكد عليها مجلس الأمن. الحكومة مصرة على كون خطة الأمم المتحدة تجاهلت العقوبات الدولية المفروضة على الرئيس المخلوع وزعيم الميليشيا. كذلك تجاوزت الخارطة مسار المشاورات السابقة في سويسرا والكويت، واعتبرت الحكومة شرعنة للوجود المسلح. السلام ليس غدا، ولا يبدو أن شلال الدم والوجع اليومي الذي فاضت به مدن اليمن وريفها سيتوقف، رغم أن التفاهمات الدولية والإقليمية تجنح إلى تغليب المسار السياسي على المسار العسكري، لكن هذه التفاهمات لا تتعدى أكثر من المراهنة الخطرة على خريطة طريق معقدة وشاقة التنفيذ، ولا ترتكز على قواعد السلام الحقيقية. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتبة والمحلة السياسية ميساء شجاع الدين من القاهرة. مساء الخير أستاذة ميساء. مساء النور. أهلا ومرحبا بك أستاذة ميساء. بالبداية، كيف تفسرين تصريحات الأمم المتحدة عن خيبة أملها من رد الحكومة وملاحظتها على خطة ولد الشيخ؟ وطبعا الذي قيل يعني وقتها من بعض الأطراف المحسوبين على الأمم المتحدة أنه أصلا الرئيس هادي لم يقدم أي ملاحظات وقرر نفس موقفه برفض الكلي للخريطة.
نعم. طبعا في غياب شفافية من الحكومة، يعني غير واضح ما هي طبيعة تعليقاتها ملاحظاتها، ما سمعناش بالضبط ما هي الملاحظات اللي قدمها هادي، يعني هذا المفروض ما يكونش سر. نعم. بخصوص الأمم المتحدة، أتصور أنه هادي أصلا من البداية كان الرئيس هادي كان موقفه خاطئ، أنه قال من أولها أنا أرفض أنني أقابله وأرفض أن الخارطة. من البداية كان تصرف غير دبلوماسي أو غير حصيف، يعني نعم. لأنه مهم أنه يقدم نفسه قدام العالم أنه مهتم أنه يوصل لتسوية، وبالتالي أوكي إحنا موافقين على كذا كذا، لكن حتى لو عندك تغييرات جذرية للمسألة يتعامل مع الموضوع، نعم، لكن لا يرفضها تماما، خصوصا أنها تمت موافقتها من اللجنة الرباعية اللي هي بتتمثل بالسعودية والإمارات. نعم. تلافي هذه التلافي، نعم، تلافي الرد الدبلوماسي من قبل الحكومة والرد على الخارطة، ربما أتى ولو متأخرا لكنه أتى، وربما هناك ملاحظات ذكرتها الحكومة أو قد يعني لم تفصح لوسائل الإعلام عن جوهر هذه الملاحظات، لكن في مجملها ربما الرفض واضح في الإجمال النقاط التي ربما نقل صلاحية الرئيس، القبول بالانقلابيين، عدم يعني إخراجهم من العملية السياسية، وربما هذه أبرز النقاط. هذه الخطة إن تمت، هل باعتقادك الحكومة اليمنية ستتعامل معها بشكل أو بآخر، أم ستظل في محل الرفض في بالمجمل؟ هي محل الرفض لماذا أو لمتى؟ بمعنى ما هو بديلك؟ هل هو بديلك الحسم العسكري بحيث أن أنت تقصيهم عن العملية السياسية تماما؟ إذا هذا بديله فيشتغل على الأرض، يروح للجبهة. يعني هل هو صعب أنه يحرر فعز مثلا؟ هل هو صعب انه يعني فرضت نهم احنا لنا فيها سنه لم يحدث فيها اي تقدم؟ القياده العسكريه تصرح، نعم استاذه ميسا، القياده العسكريه ربما اكثر من مره يصرحون بانهم قادرون على دخول صنعاء ولكن ينتظرون قرار سياسي، وربما الضغوطات الدوليه التي تمارس على الحكومه الشرعيه وعلى التحالف التي تقف ضد يعني تقدم الجيش الوطني نحو صنعاء او غيرها. خلاص، اذا لا يوجد قرار سياسي للحسم العسكري، اذا القرار السياسي هو التسويه، بيمشي في التسويه. التسوية معناها أنك تقبل بوجودهم في العملية السياسية وأنك تقدم تنازلات وأنه في حكومة شراكة وطنية يكون الإنقلابيين جزء منها. هذه التسوية، ما فيش للتسوية مفردات أخرى. نعم. لكن إذا أردت الحرب فالحرب حسم عسكري وإنهاء العملية لصالحك، ربما واحدة من الاثنين. أما التأرجح في المسألة ما بين هنا وهنا، يعني التسوية بمطالب أنها تعطيك نفس نتائج الحسم العسكري، لا توجد تسوية تعطيك نفس نتائج الحسم العسكري. نعم. طيب استاذه ميساء، تكرمي البقاء معنا. نشارك معنا ايضا في الحديث الاستاذ نبيل عبد الحافظ، وكيل وزاره حقوق الانسان من القاهره ايضا. مساء الخير استاذ نبيل. اهلا وسهلا. اهلا ومرحبا استاذ نبيل. ربما الاستاذه ميساء موقفها واضح، اذا لم تكن لديها الحكومه القرار السياسي والتحرك الجاد على الارض لتحقيق اي تقدم وفرض اي تسويه، اذا ما عليها سوى القبول بهذه الخارطه التي تقدم بها ولد الشيخ. انت ما رايك؟ أنا أتحدث أولا بربما رؤية شخصية أكثر، نعم، منها رؤية حكومية. نعم. طبعا جميعنا يتمنى أن يكون قرار الحسم العسكري هو الأفضل، لأنه يعني ما حدث خلال عام ونصف أثبت أنه من الصعوبة التعامل مع هكذا ميليشيات. لكن الخيارات في هذه اللحظة في اعتقادي هي خيارات مفتوحة، ما بين خيارات التسوية السياسية أو خيار الحسم العسكري، فكلاهما يسيران الآن. ربما في الفترات الماضية يعني كان يسيران بخطين متوازيين. نعم. ما يحدث الآن هو أننا أمام وضع يعني قدمت ربما الحكومة كثير من التنازلات، ولكن ظلت أمامها نقطة واحدة في قضية الحسم العسكري، هي ما سيحدث جراء هذا الحسم. نعم. ضريبة الحسم العسكري بشعة، وهو ما يجعل القرار السياسي للحسم العسكري ربما يعني يصادف الكثير من التردد، نتيجة أننا أمام وضع خطير جدا. أفهم من كلامك أستاذ نبيل، نعم، أفهم من كلامك أستاذ نبيل بأن القرار للحسم العسكري هو وارد بالنسبة للحكومة الشرعية وهو بيدها، ولكن يعني تخفيضا لكلفة الحرب والنتائج التي سينتج عنها إن كان هناك حسم عسكري، ربما هو هذا الحاجز الأساسي، ليس الضغوط الدولية تمنعهم من دخول صنعاء. صحيح صحيح بالضبط.
يعني نحن ربما ما يجعل الحكومة تقف حتى الآن مترددة هي أنها حتى الآن تخشى من كلفة هذا الحسم العسكري. نعم. طيب أستاذ نبيل، أستاذ ميسا، إذا أستاذ نبيل يقول بأن الكلفة التي ستخلفها الحرب إن كان هناك حسم عسكري، ربما هذا هو الحاجز الأبرز بالنسبة للحكومة الشرعية في عدم دخول صنعاء وتحريرها أو بقية المحافظات، ما رأيك؟ أشك في هذا، لأن الحكومة مثلا تعجلت بنقل البنك المركزي ولم تكترث بأنه في مليون وقرابة مليون ونص سيكونون بدون رواتب، بيعيلوا قرابة 6-7 مليون يعني. نعم. حتى الآن إحنا الآن داخلين في الشهر الرابع، تم صرف 200,000 جندي ضابط، هذا معناه إننا أمام كشوفات وهمية هائلة للجنود. الحكومة واضح إنها في فساد كبير وفي اختلال كبير في أدائها. نعم. وهذا يضعف من مصداقيتها بشكل كبير، ويضعف من مصداقية القضية اللي هي تحملها، وهي قضية مهمة وجوهرية، يعني هي بالنسبة لليمنيين مصيرية. نعم. لأننا لو خرجنا من هذه الحرب بنتيجة التكشيم، بنتيجة أن الحوثي ظل قوي وهو لا يزال قوي، هذا معناه أن اليمن ستكون دولة مكسومة، وستكون الشمال حيغرق في العزلة، سيغرق في العزلة وسيكون تحت رحمة ميليشيا، يعني صعب أنه الفتاة منها. نعم. فبالتالي نتائج أداء هذا الحكومة سيكون كارثة علينا إذا هي لم تعالج مشكلتها ونتائجها، وإذا الأحزاب لم تحاول أن تضغط على هذه الحكومة لتصليح مسارها. نعم. الآن أمام هذه الحكومة إما أنها تعمل على الأرض سياسيا من حيث أنها تكون تثبت وجودها في مدينة عدن في المناطق المحررة، تثبت وجودها دبلوماسيا في السفارات، هم الآن هم اللي المفروض بيعينوا السفراء، نحن لا نسمع عن نشاط دبلوماسي. كانت الكويت عندما كانت النشاط الدبلوماسي كانت الكويت خلية نحل. نعم. وزارة الخارجية لديها خيارات مثل هذه، لديها مثلا خيار أنها تصرف المرتبات على لكل الأطراف ما فيها الموظفين داخل صنعاء، بحيث تقدم نفسها كحكومة لكل. نعم. اليمنيين. نعم. ولكن استاذة ميسا، لكن نعم استاذة ميسا، مع صحة ما ذكرتي من مبررات وهي أساسية وجوهرية والتزامات يجب على الحكومة الإيفاء بها، لكن هذا لا يعني أن تقبل الحكومة بتسوية عرجاء تخدم الانقلابيين ويعني ربما تهدم الشرعية برمتها. الوضع التفاوضي للحكومة يتحسن من حالتين، يا أما أنها تقدم تقدم عسكري، يحدث تقدم عسكري ولديها عدة جبهات تهدف فيها تقدم عسكري، لا أقول حسم عسكري، يا أما أن أنت تقدم نفسك سياسيا بشكل جيد، ممكن وقتها تحسن وضعك التفاوضي، لكن هذا الوضع الخامل سياسيا وعسكريا ورفض المفاوضات في نفس الوقت دون اكتراث أن الوضع الإنساني صار كارثي يعني. نعم. طيب عودة الرئيس الآن أستاذة ميسا، الاحتمال الوضع أكثر من هذا. نعم. طيب عودة الرئيس الآن والحكومة إلى عدن، وأيضا الآن صرف رواتب الجيش الوطني، وهناك أيضا توجهات بصرف بقية المؤسسات المدنية من قبل الحكومة، هذا التحرك ألا يأتي في هذا الصدد؟ أتمنى هذا، أتمنى أن هذا يكون مراجعة لأدائها، وأنهم حسوا أنه لازم أن يكون في تحسن في أدائهم لتحسين وضعهم التفاوضي. في هذا الوقت أنت ممكن تفرض شروط أفضل وتقدم نفسك كأن كطرف قادر أنه يرجع للصنعاء وقادر أنه يدير الأمور بشكل جيد، لكن اللي بيحدث الآن أن الحوثيين أو بيقولوا صنعاء أكثر أمان من عدن، فأنتوا عايزين نسلم الحكم، بل أكثر خوفا، بل أكثر خوفا وأكثر فقرا وأكثر جوعا وأكثر مشاكل أستاذة ميساء، وربما قد بدأ هذا الشيء واضح يعني. هذا أين هي في عدن ولا في صنعاء؟ هي أكثر خوفا من ناحية الجمع السياسي، لكن العالم لا ولا لكن المسألة أكثر فقرا برضو عدن الوضع فاضيا، فمسألة في الأخير خلينا نكون واضحين، الناس بلا رواتب 5 أشهر. طيب أستاذة ميساء، نعم نعم أستاذة ميساء، الناس بلا رواتب، بلا 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 أدنى حقوق، بلا أدنى خدمات في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيا، وكما تعلمين ولا يخفى على أحد نهبوا 5 مليار من الاحتياطي النقدي وأوصل البلد إلى هذه المشكلة وهم السبب. تكرمي بالبقاء معي أستاذة ميساء، تكرمي بالبقاء، سأعود إليك ولكن أعود للأستاذ نبيل. أستاذ نبيل، هل برأيك ستنجح الأمم المتحدة أو الحكومة التي أو قصدي إدارة أوباما ستنجح مع كيري في تمرير هذه الخارطة التي قدمتها عن طريق ولد الشيخ أم ستفشل؟ لا أعتقد أنها ستستطيع تمرير ما تتحدث عنه لعدة أسباب. السبب الأول قرارات وما تضمنته توصيات
القمة الخليجية، قمة مجلس التعاون الخليجي، أكدت مجددا الوقوف مع الحكومة الشرعية والتضامن معها في إطار المرجعيات الثلاث التي هي مخرجات الحوار الوطني والاتفاقية الخليجية وآليتها التنفيذية، بالإضافة للقرار الأممي 2216. هذه التوصيات التي خرجت بها القمة الخليجية تعطي زخم آخر أو دافع جديد للاستمرارية عبر هذه المرجعيات الأساسية. وكما أشرتم أنه من الصعب أن نتجه بعد هذا كله إلى تسوية عرجاء في الأخير لن ينتج عنها إلا وضع مشوه قابل للانفجار في أي لحظة. نعم. نحن نقول أنه لابد على الحكومة الشرعية أن تستمر في موقفها الصلب والحاسم حول تسوية سياسية صحيحة أو حسم عسكري. نعم. وعليه فأنا أتفق في جزء كبير مما طرحته أختي العزيزة فيما طرحته الآن، أنه فعلا ما تتحدث عنه هو يعني كلام منطقي وسليم. يبقى فقط معنا أننا نريد أو نتمنى أن تكون الحكومة فعلا في المرحلة القادمة أكثر قدرة على الاستمرارية والعمل من الأرض مباشرة، وهو ما يعمل عليه الجميع. طيب. حيث أشار الأخ رئيس الوزراء أننا في الفترة القادمة ستعمل الحكومة بأكملها من الأرض من عدن ومن كل المناطق المحررة، وستتواجد على مستوى المساحة الجغرافية بالكامل. نعم. الجزئية الثانية بالنسبة لما طرحته حول أن القرار أو ما ضغط حكومة أوباما لتسوية معينة لن يمر لعدة أسباب كما قلت، من ضمنها أن اللقاءات الأخيرة للرئيس هادي مع كل المكونات السياسية التي التقى بها في عدن كلها تؤكد أن الحكومة لن تتراجع في موقفها مهما حدث. نعم. طيب أستاذ نبيل، الفترة القادمة. نعم. القلق الكبير الذي تبديها الأمم المتحدة وإدارة أوباما من رفض الحكومة أو الملاحظات التي رفعتها على خطة كيري التي تقدم بها ولد الشيخ، برأيك كيف تفسرها؟ الآن موقف الحكومة واضح لهذا الجانب، وربما ما تحدث به مع فخامة الرئيس مع إسماعيل ولد الشيخ بوضوح في عدن حول الرد الرسمي لخارطة الطريق هو ما يجعل الآن الأمم المتحدة تحاول أن تضغط، لأن هناك أيضا من يعمل في إطار مؤسسات الأمم المتحدة للأسف الشديد يعمل بالضغط في الاتجاه الآخر. نعم. وربما نحن تحدثنا في أكثر من لقاء مع كثير من القنوات أننا مستاؤون من كثير من المؤسسات الدولية التي أصبحت تسفر عن وجوه غريبة في التعامل ورفض، حتى يعني مثلا كان ضمنها هناك طلب الآن رسمي موجه لكل المنظمات الدولية للنزول وفتح مكاتبها في عدن والعمل من هناك. نعم. ومع ذلك نجد تلكؤ كبير وتعامل في هذا الإطار بشكل غير سليم. نعم. الجانب الثاني المواد الإغاثية التي وصلت، ناشدنا فيها المنظمات الحكومية أن هذه المواد الإغاثية هي موجهة للشعب اليمني. نعم. وبالتالي أستاذ نبيل، حتى لا نتشعب الموضوع، معذرة على المقاطعة، حتى لا نتشعب الموضوع، نحن نركز على يعني رد الحكومة وعلى مقدار نجاح الأمم المتحدة وإدارة أوباما في أن تمرر هذه الخطة التي ترفضها الحكومة ولم تتعاطى معها. أعود للأستاذة ميساء. أستاذة ميساء، باعتقادك ربما الآن بدأ واضحا وجليا بأن هناك دعم كبير للانقلابيين لميليشيا الحوثي من قبل إدارة أوباما، برأيك هذا الدعم الكبير الذي تلقاه الميليشيا ويتلقاه الانقلابيون، هل هو يعني رأت أو ارتأت إدارة أوباما بأن مصلحتها مع الجهات الانقلابية أكثر من الشرعية؟ هكذا ما يفسره الكثير. هي المسألة أنه أمريكا الآن بتتعامل مع الحرب الجارية في الشرق الأوسط كحرب بالوكالة ما بين السعودية وإيران. نعم. وأتصور أنها مستفيدة من حالة الاستنزاف للطرفين وعدم الحسم، يعني عدم حسم المعارك واضح، برغم أنه اليمن لا تواجه مشكلة سوريا، مشكلة سوريا أن مجلس الأمن منقسم تجاهها. نعم. اليمن مجلس الأمن غير منقسم، في قرار دولي واضح وصريح في صالح الشرعية.
لكن أيضا أداء الضعيف للشرعية عسكريا وسياسيا هو الذي أعطى هذا المجال للكوفيين. أعيد وأكرر أن المسألة ليست تآمرية بحتة، بل العالم لديه مصالح بالتأكيد، شركة الأسلحة بتشتغل، أمريكا بتشعر بأنه في دولتين كبرى، دول كبرى في المنطقة بتستنزف، هذا كله بيصب لصالح إسرائيل. في الأخير هي مستفيدة من هذه العملية ككل، لكن التآمر هذا لا يتم إلا لأننا تركنا هذا الباب لهم. نعم. من خلال الأداء الضعيف للشرعية. نعم. هذه النقطة التي كانت بيدنا ولم نستفيد منها. نعم. هل باعتقادك أنه لا زالت الفرصة بيد الحكومة الشرعية لتحقيق أي تقدم ما ميدانيا لتكون يعني مفاوضتها من مصدر قوة؟ أستاذة ميسا. النقطة، عفوا ما سمعت السؤال. سؤالي بخصوص هل لا زالت هذه الفرصة تملكها الحكومة بتحقيق أي تقدم ميدانيا وفرض شروط أقوى من التي هي بيدها حاليا؟ هذا ممكن إذا الشرعية كان أداءها تحسن، هذا ممكن جدا، هذا يتطلب أداء عسكري وسياسي ودبلوماسي، يتطلب الثلاثة مسارات تمشي بشكل جيد جدا، لكن الآن نحن نتحدث عن سنة تقريبا لم يحدث فيها إنجاز عسكري يذكر. نعم. يعني سنة هذه كثير، هذه سنة أهلكت الشعب اليمني، دخلت في أجزاء من اليمن، دخلت في مجاعة. الوقت ليس في صالح الشرعية. نعم. ليس في صالح السعودية، الوقت في صالح الميليشيا التي هي متخففة من المسؤولية، والعالم لن يسائلها عن هذه المجاعة وعن هذا الوضع. العالم سوف يسائل حكومة، الحكومات في النهاية لها وضع قانوني دولي معترف فيه، وهذه المسؤولية، هذه الشرعية المعترف فيها بتحملها مسؤولية أيضا. فهذا نعم. سنة مش قليل إن أنت سنة في حالة ركود دبلوماسي سياسي، للأسف أداء الحكومة شديد الخمول شديد البطء، ولكن الحكومة تقول يعني هي قد استجابت لجميع النداءات وجميع اللقاءات، سواء في بيال السويسرية، في جنيف، في الكويت، وكانت تقدم كل التنازلات من أجل أن تتحرك عجلة الحل السياسي ويصل اليمن إلى حل، لكن الانقلابيين هم من يقفون حجر عثرة أمام أي تسوية سياسية. إذا نحسم عسكريا، إذا نعم. الحسم العسكري أكيد الكلفة البشرية من الحسم العسكري لن تكون أسوأ من استمرار الحرب بهذا الشكل. نعم. لن تكون أسوأ من هذا الوضع المجاعة وهذا الوضع اللي بيجتاح اليمنيين إذا هي قادرة على الحسم العسكري، لكن نعم. إذا هي عاجزة هذا مسألة أخرى. نعم. طيب أستاذة ميسا، الخيارات إلى جانب الخيارات التي ذكرتها أن يتغير أداء الحكومة في الداخل وميدانيا وعسكريا، هل باعتقادك هناك أيضا يعني خيارات أخرى لو يعني عملت بها الحكومة ربما ستنجح وتحقق تقدم سواء سياسيا أو عسكريا؟ بالتأكيد لو حققت تقدم عسكري هذا بيعطيها أفضلية في التفاوض، لو تحقق تقدم سياسي وهذا الأهم، يعني لو قدمت نفسها بشكل سياسي إنها قادرة تسيطر على مناطق المحررة وقادرة تحدث فيها تقدم سياسي ونجحت إنها تقوم بحملة نشيطة دبلوماسيا، نعم. بالتأكيد إنها حتقدر إنها تحسن من وضع التفاوضي بمراحل، هي في النهاية مسنودة بقرارات دولية ومسنودة بشرعية غير مشكوك فيها دوليا. نعم. هذا ممكن جدا، هذا نعم. وارد، لكن ما هي طبيعة الشروط التي تريدها الحكومة؟ بمعنى كل الذي يدور عليها كل التسويات اللي شروط الحكومة ربما واضحة أستاذة ميساء، شروط الحكومة والرئاسة واضحة أستاذة ميساء، شروطهم واضحة، هي المرجعيات، القرار الأممي، المبادرة الخليجية، هي باتت واضحة. أنت تريد خطوات عملية ملموسة. نعم. نعم. وإنك تقدم للآخرين لديك حلول سياسية أفضل من هذا التسويات. نعم. هل يمكن نعم أستاذة ميساء، التغير الأخير ويعني الاهتمام الكبير الذي بدأ من الإدارة البريطانية للقمة الخليجية الأخيرة، وكانت ربما موجودة في القمة الخليجية الأخيرة، هل باعتقادك هذا التوجه البريطاني والدعم لدول الخليج سيعني يكون دافع أيضا لحل الأزمة في اليمن ودعم الشرعية ودعم التحالف العربي بشكل كامل؟ هي بريطانيا هي أقرب الدول للحكومة الشرعية حتى الآن، لكن في بريطانيا في لحظة من اللحظات كانت قادة نشاط دبلوماسي في داخل الأمم المتحدة لتغيير القرار الأممي 22/16 بحيث أنها تضغط على الحكومة. نعم. فبالتالي لا نفترض أن هناك شيك على بياض للحكومة من أي دولة في العالم بما فيها السعودية، هذا يعتمد على أداء الحكومة نفسها. طول ما الحكومة ضعيفة ارتهانها للخارج وانتظارها أن الخارج يحل لها مشاكلها سيكون أكبر. يعني هي السعودية لو قررت في لحظة أنها ترفع دعمها عن هذه الحكومة تحت أي ظرف لأي ضغط تعرضت له،
هل هذه الحكومة ستكون مكشوفة حتى غير قادرة على العودة للعدن؟ ستجني ثمرة ذلك السعودية والخليج بشكل عام إن أقدموا على هذه الخطوة، ربما سيجنوا ثمرة هذا الترك مثلا الحكومة الشرعية وعدم انتصار الشرعية في اليمن، سيدفعوا الثمن هم أولا وأخيرا، ولذلك هم الآن يقفون أمام دعم الشرعية من أجل ربما الحفاظ على أمنهم واستقرارهم بالدرجة الأساسية والدرجة الأولى. هذا صحيح، لكن إلى متى؟ يعني أيضا الميزانية السعودية بتستمر إلى أن تنتصر الشرعية. أستاذة ميساء أشكرك. متى تنتصر بهذا الشكل؟ أشكرك. يعني هذا برضو يريد مراجعة. نعم أشكرك جزيل الشكر. الكاتبة والباحثة السياسية الأستاذة ميساء شجاع الدين، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة أخيرة لوكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ. أستاذ نبيل، أنت برأيك التصريحات الأخيرة باسم الخارجية الأمريكية ألا تعكس نوعا من الانحياز للانقلابيين؟ هو طبعا قد يبدو بشكل ما هناك نوع من الانحياز، ولكن ما يجب أن يكون راسخ في الذهن أن حكومة أوباما تحاول أن تقوم بأي أعمال قبل خروجها من السلطة، بحيث لديها تفكير معين أن هنا أن حكومة ترامب أو دولة الحكومة القادمة في الولايات المتحدة ربما تكون لها بعض التوجهات المختلفة في إطار التعامل مع منطقة الشرق الأوسط. هي مجرد عمل حثيث لتحقيق انتصارات أخيرة تشعر أنها ربما تستطيع أن تحققها، ولكن هي تعلم مسبقا أن ذلك لم يتم، وإنما نوع من تقديم رؤى مختلفة. نعم. حالة سياسية مختلفة في إطار الحل. نعم أستاذ نبيل. نعم أستاذ نبيل، سؤال أخير فقط. هذا ما أن تقدم أفكار لحلول أخرى. نعم. لكن هل هي أيضا، أنا أشعر أنه حتى في الولايات المتحدة وهي تقدم حلول أخرى ليست بالنسبة لها هذه الحلول حلول نهائية. نعم. بدليل أن كيري نفسه قال أن هذه مجرد تصور، هذه مجرد رؤية وليست. نعم. خارطة الطريق على الإطلاق. نعم. طيب أستاذ نبيل، في الدقيقة الأخيرة برأيك كيف يمكن للحكومة الشرعية والشرعية في البلاد أن تصمد أمام كل هذه الضغوطات التي تمارس على اليمن وعلى التحالف العربي الذي يساند الشرعية؟ في رأيي أنا أتفق مع ما طرحه معالي رئيس الوزراء أن الآن نحن سنرد من خلال العمل الداخلي، التواجد على الأرض، العمل الحثيث لإنهاء مشكلة المرتبات المتأخرة، وبالفعل بدأت الحلول الآن فيما يخص القوات المسلحة، وسيتم المعالجة لاحقا لقضية المرتبات القطاع المدني. وفي اعتقادي أن هذا العمل من الأرض بالإضافة لما يتم الآن من تجهيزات ربما يعني من خلال بعض الاطلاع عليها هناك تجهيزات كبيرة للقيام بتحركات عسكرية ربما ستكون مفيدة جدا في إطار الحسم العسكري أو في إطار الضغط لتسوية سياسية منطقية، وهو ما يجعلنا يعني نشعر ببعض التفاؤل من خلال تواجد الحكومة على الأرض وعملها الحثيث الآن لتدارك كثير من الإخفاقات التي حدثت في الفترة السابقة لسبب لأسباب معينة بعضها موضوعية. نعم. وبعضها ربما يعني بحكم التواجد الخارجي. أشكرك. خارج إطار الوطن نفسه. أشكرك. الآن نحن نعول بشكل كبير أو لدينا تفاؤل. نعم. أننا سنستطيع أن نقدم شيء خلال الفترة القادمة، وهذا ما نأمله أستاذ نبيل أن تحققه الأيام القادمة. نعم شكرا جزيلا لك وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ، كنت معنا من القاهرة، والشكر أيضا للكاتبة والباحثة السياسية ميساء شجاع الدين، والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. نلقاكم إن شاء الله بحلقة جديدة من زوايا الحدث، حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.